كانت اتفاقية تعاون كمجلس سيدات أعمال عجمان مع الأستاذ فهد الباقر بخصوص الورش التدريبية، بخصوص الزيارات الميدانية، بخصوص كل ما يتعلق بريادة الأعمال بالنسبة للسيدات. رح نتكلم عن مفهوم قيادة التحديات. يمكن سمعتوا كلمة التحدي أو مفهوم التحدي أو التعامل مع التحدي أو إدارة التحدي. القيادة هي مفهوم راقي احترافي شمولي يحتوي على الكثير من المفاهيم.